والله الان ممكن الان الى تيسير مشكله تجي في فتره ذهبيه اللي في نجوم كثر التركيز دائما، هذا شيء طبيعي على الهداف. في لعيبه يجدون اللعب مع الاعلام، يجدون اللعب مع الاعلام بالتواصل بالاشياء كثيره، تيسير من اللعيبه اللي يؤدي داخل الملعب يعني، فهل افتقدها؟ مظلوم اعلاميا تيسير، لاعب مؤثر، لاعب كبير، والدليل مدربي المنتخبات دائما يضعونه اللاعب رقم واحد. بس شوف اللاعب اللي دائما كذا له لمسه، له بصمه، تتذكر احيانا في اي لقطه، فاهم علي؟ يعني طريقه لعب اللاعب، احيانا اللاعب يكون له كاريزما في الملعب، شخصيه، طريقه باللعب، فلما تشوف واحد يعني يعطيك نفس حركاته او نفس اسلوبه على طول يجي في بالك. لما شفت هدف جوفينكو قبل شوي، هذه كور تيسير اللي كذا عاميه ما تدري، صح، في الباب يخلص لك المباراه، يخلص لك الزحمه لما تكون المباراه مقفله، يجي تيسير من برا كذا ويفتح لك الطريق. نروح الفاصل وبعد الفاصل نحوله.